ربما نعيشها اليوم، لا أدري. هل نعيش هاي الحالة اليوم؟ طيب شيء اسمح لي أسألك، إنه ما المقصود بكلمة جباية؟ لأنه كثير من الناس، أنا بعرف إنك قاعد جاتك على من خلال الرسائل، في كثير من الناس يستخدم كلمة جباية ولا يدرك معناها تماما. طيب احنا الآن كإدارة، فرصة نتحدث عنه بالضبط، هذا اللي بدي أوضحه أنا. نعم. كإدارة سير لا نحصل أي مبالغ، نعم، ولا يأتينا أي جزء من هذه المبالغ التي يعني تتحصل نتيجة المخالفات المرورية كمديرية أمن عام أو إدارة سير. ما بوصلك ولا قرش من مصاري. فبالتالي يعني موضوع كلمة الجباية أو الفكرة يعني قد لا تكون في موقعها. إذن هي مش موقعها. والآن إذا حكينا عن موضوع الكاميرات، هذه الكاميرات معروفة ومقرر السرعة التي يجب إنه الشخص أو سائق الطريق يقود مركبته بأي طريق توجد عليه كاميرا محددة السرعة. كويس. ومن سهل جدا إنه يتعامل مع هذه الكاميرات. إذا لم يتم التجاوز عن السرعة المقررة، وبالتالي إنه الكاميرا لا تعمل ولا تصور. فالموضوع موضوع بسيط جدا، الكاميرا معروف شو السرعة اللي بتصور عليها وبتسجل المخالفة، إذا تم الالتزام بالسرعة معناته هناك لا توجد هناك مخالفة. ولكن إذا كانت هناك مخالفة، وإذا كان هناك عدم التزام بالسرعة المقررة، وإذا كان هناك استهتار بهذه التعليمات، وهناك استهتار بقواعد السير، واستهتار بالأولويات الناس وحقوق الناس وحق الطريق، لابد أن هذه الكاميرا تسجل وتخالف، وهي ما وضعت من أجله، وضعت من أجل أنه تضبط الحركة المرورية. يعني مثال بسيط، واحدة من المواقع اللي تم تركيب الكاميرات عليها، وهذه الكاميرات يعني تركب بناء على دراسات في المواقع اللي يكثر فيها الحوادث يتم وضع هذه الكاميرات عليها. واحدة من المواقع تم دراسة الحوادث اللي وقعت قبل أسبوع من تركيب الكاميرا، كان هناك حوالي 64 حادث. بعد تركيب الكاميرا وقبل أن نزلت تعمل، يعني قبل ما تعمل نزلت 31 حادث. فإحنا بنحكي عن تقريبا النصف. طيب الآن إذا جينا لطريق المطار، طريق المطار في أكثر من الكاميرا. وأي واحد الآن في كاميرات مخفية؟ مخفية ما في، كلها وعلى الشارع. يعني بس هذا سؤال يعني أنا ما بعرفه، يعني يقال إنه في ضواو بعمان داخل الضوء في كاميرات معينة، هل صحيح حكي هذا؟ ما بعرف، أنا بسأل كمواطن. لا إذا في داخل الضوء ما بعرفها. في ناس بيقول لي على طريق إربد، المخرج بيقول لي على طريق إربد قاعد. يا ريت ينورنا بلكي استفدنا منها. إذا ما في كاميرات مخفية. الكاميرا وضعت لغاية تحقق الضبط المروري. الآن بعض الناس لما يشوف الكاميرا مباشرة بهد السرعة، وهذا هو المقصود منها. المقصود إنه تخفيض الحوادث المرورية، تخفيض السرعة، إنه إتاحة الفرصة لكل من يستخدم الطريق إنه يقود على يعني سوق سيارته براحته بدون ما يكون خايف من هذه المركبات اللي حواليه، واللي أحيانا يعني بعض الناس يقول لك والله مرقت سيارة قطعت قلبي أو خوفتني ما انتبهت لها. طريق المطار أول ما فتحوا طريق المطار كان إشي مرعب جدا صراحة. إشي مرعب، وكانت الحوادث يعني نسبة الحوادث عالية جدا، والسرعات كانت عالية جدا. الآن يعني في المحلات اللي ما فيها كاميرات بنشوف الفرق ما بالسرعة ما بين هذا الموقع والموقع اللي فيه الكاميرا. طيب أسئلة هيك سريعة، أسئلة سريعة، فلاشات. أنا كثير من يعني الأحيان بكون ماشي مش عارف سرعة الشارع قديش صراحة، بتفاجئ انها 60 او مثلا بكون بعتقد انها 70. الا تعتقد انه في حاجه الان لزياده الاشارات التوضيحيه بالشوارع؟ يعني مثلا انه بعدين احيانا فرضا بتكون ماشي تكتشف انه السرعه 80، بعد 5 ثواني بتطلع لك كاميرا تلاقي، طب انت بتكون ماشي انا على انه السرعه 100 مثلا، طب الا تعتقد عطوفتك انه حان الوقت انه نرتب شوي الامور؟ يعني لازم نعترف انه في شويه خربطة بين الموضوع. سيدي أنا ما بقول